أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. ناقد أصل الكرامة. ناقد أصل الحرية. ناقد أصل الكرامة. ناقد أصل الكرامة. ناقد أولاد الشعب. ناقد أولاد الشعب. ناقد ناضل يا مناضل. ناقد ناضل يا مناضل. ناقد حنا كنتاسفوا لهذا السيد اللي مات وما بغيناش لي مسكين هذا الشيء وكل شوفوا البيعه والشراء متجولين مكرفصين معذبين ما عندهمش حق ما عندهمش منظمه ما عندهم يعني تيتحسبوا بحال شي زباله يعني بالضبط يعني هذاك السيد ما طحنوه مع الزبل يعني حتى هو كيتسمى زباله ما كيتسماش بشر هذا هو المشكل حنا راه ما باغيين حتى شي حاجه من هاد الدنيا كلها حنا باغيين غير نعيشوا بسلام ما باغيين حتى شي حاجه حنا كنبغيو هاد السيد مسكين اتاسفوا ليه والله يحسن عوان والديه وعائلته وحبابه اليوم كنحضر هاد المسيره الشعبيه متضامنه مع الشهيد محسن فكري اللي تم طمطحنه من اجهزه القمع المخزنيه وتم طمطحنه من السلطات المحليه التي لم تراعي المساطر القانونيه اليوم نحن كنشوف جميع الجماهير الجديده كتحضر بجميع الاطياف ديالها وحنا كم ولا طحنوه اليوم هو يقدر يطحنوا لنا كاملين غدا ونتمناو ان هذا المشهد هو المغرب اللي كنتمناو مغرب الحقوق والحريات وشكرا تنشهدوا اليوم الشعب المغربي اللي خرج اليوم على اثر الموت ديال الشهيد ديالنا حسين فكري وغنقولوا لا الموت ديال هذا الشهيد اللي هو مواطن مغربي اللي خرج على لقمه ديال العيش ديالو تنقولوا لا الاستبداد وتنقولوا المخزن ما نفكش